أعزائي الطلبة، النهاردة بقى بنتكلم على آخر مخرج موجود في الوحدة 13، وهو بعنوان تنفيذ عملية التفريغ والشحن لمبرد المية. في المخرج دوت هناخد نقطتين بس، النقطة الأولى بتتكلم على اكتشاف التنفيذ، النقطة التانية هناخد تمرين عملي على عملية التفريغ والشحن. يلا بينا نخش على النقطة الأولانية وهي اكتشاف التنفيذ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على عبد الخالق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. النقطة الأولى اكتشاف التنفيذ. في النقطة دي بيجي فيها سؤال مهم جدا، بيقول لي كيف يمكن مثلا الاستدلال على وجود تسريب لمركب التبريد؟ ازاي اعرف ان في تنفيذ في دائرة التبريد اللي هي خاصة بمبرد المية؟ اول حاجة الاقي ان كفاءة التبريد قلت، انخفاض ضغط السحب، انخفاض ضغط الطرد، انخفاض صوت الضغط. دي الحاجات اللي بيها لو اجتمعت مع بعض الاربعة دول اقدر اقول ان في تسريب في الفريون في دايرة التبريد. طب ازاي اكتشف التنفيذ؟ موضوع مهم. يمكن اكتشاف التنفيذ او تسريب مركب التبريد عن طريق كذا حاجة. اول حاجة بيبقى نظريا بيتم اكتشافه بالعين المجردة عن طريق ملاحظة وجود اثار زيت على المواسير والوصلات والبلوف. يعني لو عندي وصلات موجودة وممكن يبقى فيها اثار بتاع وفيها مشكلة في اللحام، فبيطلع زيت كده على الوش على المكان اللي في الوصلة اللي هو خاص بالايه بالفريون، بيبقى عامل زي طبقة زي زيت. يبقى كده نظريا انا عرفت مكان التسريب فين. تمام. طيب انا ما عرفتش اجيبه بالنظر، ممكن اجيبه عن طريق رغاوي الصابون اللي هي الطريقة اللي هي التقليدية، او عن طريق جهاز الكتروني للكشف عن التنفيذ. وبرضو في عندي نقطة رابعة اللي هو عن طريق لمبة الهالايد. بس خلي بالك ان اكتشاف التنفيذ من خلال النقطة 2 و3 لازم يكون موجود ضغط كافي لمركب التبريد في الدائرة. يعني لازم اكون ضاغط الدائرة بمركب تبريد عشان يبقى في ضغط، عشان لما اجي اعمل برغاء الصابون الاقي فيه فقاقيع بتطلع او جهاز الكتروني يحس ان فيه فريون بيطلع. تمام. طب بعد كده هنيجي نلاقي نفسنا دخلنا في سؤال بيقول لي هل يؤثر وجود الرطوبه في دائره التبريد الميكانيكيه؟ يعني المواسير اللي بيمشي فيها الفريون لو في رطوبه اللي هي نسبه ميه موجوده مع مركب التبريد بتاثر؟ نعم، عليها تاثير على اداء الدائره. ايه هو بقى التاثير وهو السبب؟ ان هنلاقي هيؤدي الى يقلل من كفاءة التبريد. تمام. وفي حاجات كمان، وجود مية في الدايرة ده بيأثر على، هيأثر على المواسير ويأثر على الضغط. انت بتدخل الضغط ده بيسحب فريون ويسحب مع مية، ده ممكن يحرق ملفات الايه توأم والتشغيل. يعني ليه اثار كتير وجود الرطوبة في الدايرة دي بتعمل لي مشكلة. برضو هنلاقي في سؤال بيقول لي هل استخدام فقاعات الصابون كافية للكشف الكلي على الدائرة الميكانيكية لمبرد المية؟ لا طبعا غير كافية. تمام. طب ايه هو السبب في كده؟ ليه مش كافي؟ لان لا يصلح استخدامه في اكتشاف التنفيذ في منطقة الضغط المنخفض، لانها منطقة ايه سحب. تمام. ولما بقرب المية والصابون في منطقة التسريب اللي هي فيها السحب دي بيسحب المية والصابون جوه الدائرة، وبالتالي اولا انا مش هعرف مكان التسريب فين، ثانيا ده هيعمل لي مشكلة، هيتخلي مية بصابون جوه دايرة الايه الفريون. يبقى بالتالي لما اجي استخدم فقاعات الصابون بستخدمها في منطقة الضغط العالي. تمام. ولكن في منطقة الضغط المنخفض ما تنفعش، اللي هتعمل لي مشكلة زي ما انا ذكرت كده. خش على النقطة التانية وهو تمرين عملي. التمرين بقى هو عملية تفريغ وشحن دايرة التبريد، الهدف منه بعمل تفريغ وشحن لمبرد المية. الخامات المطلوبة طبعا مبرد المية العادي، اما العدد بقى المطلوبة طبعا اكيد هبقى معايا كلامب امبير بنست امبير، وعندي الترومبت الفاكيوم اللي انا هعمل بيها عملية تفريغ. تمام. طبعا سكينة القطع ومفك صليبة وطقم اللحام بتاعي. خطوات التنفيذ، ايه الخطوات اللي انا هتبعها عشان اقدر
اعمل عملية التفريغ والشحن. طبعا اول حاجة بيتم فصل التيار الكهربي عن المبرد، قطع ماسورة الشحن، ويتم عمل بيها وصلة، هي وصلة الشحن انا اركب فيها الخرطوم. بيتم بقى عملية توصيل بقى الخراطيم، بوصل وصلة الشحن بوصلة خرطوم معدات الضغط المنخفض اللي هو جهاز التست مانوفيل. بعد كده بوصل طولمبة التفريغ بوصلة عداد الضغط العالي، تمام، وبوصل اسطوانة الفريون بالوصلة اللي هي المشتركة، وبفتح محبس عداد الضغط العالي ومنخفض بالشكل ده. نشرح عليه بقى أفضل. طبعا دي الوصلات اللي أنا وصلتها، أقوم فاتح المحبس ده وفاتح المحبس ده وفاتح الطولمبة، دايس على أون، الطولمبة هتبتدي بقى تشتغل وتسحب الهواء اللي موجود في الدايرة كله، تمام، من اول بلف السحب لحد توصل بقى الضغط والمكثف والمبخر. المهم عمال اسحب. طب انا اعرف ازاي ان انا بسحب؟ بلاقي المؤشر بتاع عمال ينزل من 0.5 تحت الصفر، 10 تحت الصفر، لحد ما يوصل ل 30 تحت الصفر او -29.6 PSI، بشير اطلع البوصة مربعة. او ما اوصل عند التدريج ده معناه ان انا عملت عملية تفريغ لايه؟ للدايرة. في الحالة ديت بقوم قافل المحبسين اول حاجة، بعد كده اقوم قافل الايه الترومبة بعدها على طول، تمام، ما طولش في موضوع الايه اقفل ده واقفل ده واستنى شوية على دي تتحرق على طول. يبقى افصل المحبس ده، اقفله، اقفل المحبس ده، وبعد كده افصل الايه الترومبة، تمام. بعد كده بتيجي مرحلة بقى هي مرحلة التست اللي هو ايه، في تسريب ولا لا. اعرف ازاي؟ لو المؤشر ده واقف عند 30 تحت الصفر ده معناه كده مثلا 5 دقايق، 10 دقايق، ربع ساعة، ده معناه ان كده مفيش تسريب في الدايرة. اما لو لقيت المؤشر ده بقى عمال يطلع عند سالب 30، بعد كده سالب 25، لحد ما يوصل سالب 5 0، ده كده معناه في تسريب في الدايرة، يعني في هواء بيخش الدايرة، وبالتالي هو عمال يعلي في قيمة الضغط. في الحالة دي لازم اعرف مكان التسريب فين واعالج التسريب. بعد كده اعمل عملية تفريغ تاني، وبعد ما اخلص عملية التفريغ اتأكد ان مفيش اي تنفيذ في الدايرة عن طريق الاختبار اللي انا قلت عليه. نيجي بقى لعملية الشحن. عملية الشحن بسيطة جدا، طبعا انا هقفل المحبس ده خالص، انا مش عايزه ولا عايز الترومبة، كل الشغل بتاعي على المحبس ده والمحبس ده. اقوم فاتح المحبس ده وفتح المحبس ده ومدخل فريون في الدايره. عندك طريقتين، لما تشحن سائل لما تشحن غاز. سائل انا بقلب الاسطوانه وكم فصل الكهرباء عن الضغط، تمام، وبدخل كميه من السائل، وبعد كده اقوم قافل المحبس ده واقفل المحبس ده، تمام، وابدا اشغل الضغط واشوف تاثير كميه الفريون اللي انا دخلتها، تمام. لقيت لا لسه، طب لسه ولا اه، اعرفها ازاي؟ عندي كذا حاجة اعرف منها ان الدايرة شحنت ولا لا. اول حاجة البرودة في المبخر لعملية التشميع، اللي انا ببل ايدي مية وبحط ايدي على المبخر اشوفها بتلزق ولا لا، دي حاجة. تاني حاجة امبير الدايرة، امبير الضغط، اشوف بدأ يسحب الامبير الطبيعي بتاعه ولا لا. تالت حاجة والناس كلها شغالين بيها اللي هو ايه، عداد الضغط، اشوف الضغط بتاعي وصل للضغط المناسب ولا لا. طبعا لو لقيت لسه ما حصلش التلاتة دول لسه ما اتحققتش منهم، اقوم عادل الاسطوانة ومشحن غاز، حبة غاز، واقفل واشوف تأثيره على الدايرة، هل وصلت للشحنة المناسبة ولا لا، بالطرق التلاتة اللي احنا قلنا عليها لحد ما اوصل للشحنة المناسبة. طبعا ديت الكلام، لو حابب يكتب الكلام ده لعملية التنفيذ التفريغ وعملية الشحن، دي الخطوات بتاعتها. وفي نهاية التمرين بيبقى عندك قائمة للمخاطر ووسائل السلامة المرتبطة بهذا التمرين. وبكده نكون انتهينا من المخرج الخامس والأخير في وحدة مبردات المية، تمام. أتمنى أنكم الناس فهمت الموضوع كويس جدا. ان شاء الله بقى هنعمل فيديو اللي جاي هيكون عن الاسئلة والاجابة اللي موجودة على الوحدة 13. هناخد مجموعة من الاسئلة كتير جدا على الوحدة 13 ونشتغل فيها الفترة الجاية. في النهاية اشكركم جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.